سؤالي بالنسبة لأرجوكم لعنوان المنبر الغلو والإفراط والتطرف. المرة الفاتت في المنبر الفات بتاع جرائم الأحزاب فاتكلمتوا وما سمعتكم اتكلمتوا عن حزب التحرير. ففي حزب اسمه حزب التحرير ونشط ما تكون في ناس مثلا ما عارفينه، فبيتكلم وبيستدل بحديث بيقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة آثمة، وفي رواية ميتة جاهلية. فدار أعرف الحزب ده والكلام ده هل هو غلو ولا الحاصل شنو، توضح لنا. السؤال الثاني داير توضيح للشرح بتاع الآية بتاعت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شكرا. طيب يا جماعة، حزب التحرير ده حزب أسس رجل اسمه تقي الدين النبهاني، ويقال ويروى إنه هو أصلا كان تحت حزب الإخوان المسلمين، اختلفوا في حاجات وطلعوا. عشان كده بتلقى الفكرة أفكار، طبعا ما دين، أفكار بتاعت بشر. كان الإخوان المسلمين، كان حزب التحرير، كان التصوف، كان العلمانية، كان الشيوعية، كان الماركسية، كل أفكار بتاعت بشر فاختلفوا. ده بقى فكرة تلقاها قريبة لفكرة شنو؟ جماعة الإخوان المسلمين، كلهم بيصاروا الحكام وكلهم دارين يصلوا للحكم ودارين يصلوا السلطة، دارين يصلوا السلطة. وأما الحديث اللي بيجيبه حديث صحيح رواه مسلم، لكن الحديث ذا نزلوا في محل غير صحيح، لأنه لما نقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هم قاصدين تبايعهم، هم تبايعهم شنو؟ هم ده القصد كله. عشان كده بيحاربوا باقي، بيحاربوا الحكام وبيحاربوا يعني العقائد بتاعت المسلمين ذاتها، لأنه هدفهم يبايعهم هم. عشان كده تلقى المراكز بتاعتهم عندهم مركز بالدخانات، حزب التحرير على مسود ولاية السودان، يعني وللولاية قاعد جوا في الدخانات، موقفين لهم ركشة برا سودة. يعني تخيل الناس اللي يحكم العالم بركشة، أخذ الماجهة الدين ذات. طيب، فحزب ضال من عقائده إنكار عذاب القبر وإنكار نزول المسيح، لأنهم ينكروا الاستدلال بحديث الآحاد في العقيدة، وده باطل. لأنه لما نجي شيخ منهم ذاته واحد في محاضرة يقول حديث الآحاد ليس بحجة في العقيدة، الشيخ ده كم؟ واحد أحد. إذن كلامك يا شيخ يا تحريري ليس حجة بأن تطعن في العقيدة، انتهى، ما في حاجة يا ناس. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام رسل معاذ بن جبل إلى اليمن براو واحد، قال لي إنك تأتي قومنا على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. دي العقيدة ذات، وهو كم؟ واحد. النبي قبل خبر الواحد في العقيدة وفي الباقي الشريعة، قال لي بعد ذاك فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم بي الصلاة، أطاعوا علمهم به الزكاة. فقبل الواحد في العقيدة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الدين كله، وهو كم؟ واحد. الحزب ده حزب فاشل ومنهج منهج باطل، والناس اللي قاعدين جوا ذلك كلهم عطالة. واحد خطبة وتلقى 50 سنة في المنبر، الخلافة وستعود، والخطبة الجاية التحسر على 50 عاما مرت من سقوط الخلافة. انت عارف يا خلافة؟ الخلافة اللي بيقولوها سقطت دي ذاتها، وبيعملوا لها عيد ميلاد او عيد سقوط كل سنه حزب التحرير. انت عارف بدايتها تحت العثمانيه، الدوله العثمانيه، ودي ما خلافه، لابد الناس يعرفوا المعلومه دي، قد تكون جديده لكن حقيقه. اللي بيسموها الخلافه العثمانيه اللي قروها لنا احنا في التاريخ، اللي بيسموه التاريخ الاسلامي، دي خلافه صوفيه ما عندها علاقه بالاسلام الصحيح. والبنوا القبب والأضرحة في العالم ده كله، حتى مكة ذاتها كان القبب فيها يمكن أكثر من عدد البيوت اللي فيها في الوقت ذاك، العملوا هم العثمانيين ديل، وهم دخلوا الدرعية قالوا لأنه هنا في وهابية، ودمروا باقي الموحدين الموجودين، وسبوا النساء الموحدات المحجبات الطاهرات، سبوهم ومشى باعوهم في أسواق النخاسة في مصر، وقتلوا الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وحفروا له قبر وخدته حي، وضربوا له المعازي في اذنينه، وامروا الجيش كله العثماني يضرب البنادق كل الجيش لحد ما جلده ولحمه طاير قطعه قطعه. ليه؟ لانه دعا للتوحيد، دي اللي كان بيحاربوا التوحيد، دي ما خلافه يا ناس.
ولا عنده علاقة بالدين الصحيح. عرفت؟ لازم تعرف المعلومة دي. فالخلافة اللي بيقولوا سقطت بقول لك 50 عاما، طبعا ما قصدين خلافة أبو بكر الصديق لأنه قال لك كم 50 عاما نسع وارجع 50 عام أو 60 عام لخلافة كده، قصدين الخلافة الصوفية. دي خلاصة الموضوع. والقرو ما عارف انتوا قريتوه ولا اللي قبليكم، احنا قرينا غايته في التاريخ ده باطل، ما عنده اي علاقه مع الحقيقه، كله باطل. دي خلافه صوفيه، ما خلافه شنو يا جماعه اسلاميه. السؤال الثاني قال شنو؟ الايه دي للتهديد يا جماعه، للتهديد بالذات للذين كفروا. عشان كده ربنا ختمها قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. الظالمين ديل الكفر، ديل الكفار، عرفته؟ فعشان كده ربنا قال والكافرون هم الظالمون. فالكفر وشاء الكفر ده ربنا اعتد جعل له نار وهيئ له نار يدخل فيها حاط بهم سرادقها. فده معنى الايه، ما زي بابا السراد الترابي، الترابي وبعض العلمانيين الليله اخذوه من الترابي، يقول لك من شاف اليمن ومن شاف اليكفر الدائر يخش الدين يخش والدائر يمرق يمرق والدائر يخش يخش. لا لا لا، خشيت ما في مروق، برا لازم تخش، خشيت مروق لا لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى شنو؟ ثلاث: ثيب الزاني والتارك لدينه المفارق لي الجماعة والنفس بالنفس. وقال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ترابي قال لا، قال الحديث ده قصير، كيف نقتل به مسلم؟ حديث قال قصير، يعني الحديث بقى قصير شنو؟ بالمتر او بالشلوت، يجيب حديث يخطوه كده يقولوا ده قصير ما يقتله. فده زول مستهبل وزول مجرم وزول ملحد داري يخرب الدين. لكن الاعجب مش الترابي، الاعجب الجماعه الوراو، والاعجب من الجماعه الوراو الشيوعيين والعلمانيين اللي قاعدين ياخذوا شبهاتهم من الترابي. هم بناخذوا ويقول لك دي الاسلاميين ياخذوا شبهاته اللي بيدمر بها الدين منه، زي ما الليله بيجوا ياخذوا من منو؟ من ناس محمود محمد طه ومن القراي، مفتكرين ده اللي حيدمر لهم الدين. باذن الله قاعدين ننجمهم لك باذن الله عز وجل. شفت؟ ونحن مبسوطين خالص، كرهانين صح الكفر والمعاصي والكلام الكعب في الدين، لكن مبسوطين انه ربنا فتح لنا باب لجهاد الحجه، انه نجاهد النازل ده ما اجر، وده اعظم الجهاد عند الامام احمد بن حنبل وغيره. فمبسوطين جدا، كل ما طلعتوا حاجه بتتنجموا، كل ما تطلعوا كفر بتتنجموا، كل ما قدرت تسبوا الدين بتتكشفوا للناس ويتكشف عواركم للناس. هسه اي زول عرف انه القراوي ده مستهبل، واي زول عرف القراوي ده كذاب، واي زول عرف القراوي ده جمهوري، هسه كده كويس؟ ما كانوا عارفين انه الناس، كل الناس عرفوا، والناس كلها عرفت انه زول ده بعادل القران ومعترض على القران، والزول ده قال جرائم داعش دي طلعوها من جوا القران ذاته، من جوا القران المدني، صحيح ولا ما صحيح؟ الحمد لله يعني الحقائق قاعده تتكشف يوم بعد يوم. البيعة يا جماعة واجبة للحاكم المسلم، لكن ما واجبة على أي مسلم يبايع بعينه. ده العلماء قالوا كده، يبايع أهل الحل والعقد، العلماء والفقهاء والناس الكبار والفاهمين في كبار في فهمهم وقريبين للحاكم والدولة وكذا يمثلوا الشعب، ديل بيبايعوا عننا نحن. يعني ما يزول ولا يد الحاكم هتتقلع، يعني يقول السودان فيه 50 مليون او 45 مليون، تخيل يوقف الحاكم لازم يبايعك يبايعك في النهايه، ما يلقوا يبايعك يلقوا ما صح ولا ما صح. عشان كذا العلماء قالوا بايعوا شنو؟ اهل الحل وشنو؟ والعقد. فده الفهم باطل يا حزب التحرير، فهم باطل. وما اول ناس ما مبايعين، لانه ما اول ناس خوارج، اول ناس خوارج النازل، وشايفين الحاكم ده ذاته ما يبايع، ويجي يقول لك من مات ليه؟ لانه يبايعوه في الدخينات. تزي حركش تخش بايعوك بايعوك. ناس مستهبلين يا اخ مجارمه.